ياسين اختار نبتة الصبار يلي بشوكة بتعبر عن الخوف لا يعبر عن القضية الفلسطينية. كونه نبتة الصبار بتطلع مجرد اختلاعها كان هو سبب اختيار هالنبتة ليعبر عن صمود الشعب الفلسطيني قدام الاحتلال، وبدون ما يقتلع هالنبتة ويخليها بموطنها الأصلي وبريشته وبألوانه، أحمد حولها للوحات فنية رائعة ليكون أول فنان ابتدع هالفكرة بالوطن العربي. خلونا نتعرف على أحمد ياسين. أحمد محمد كامل ياسين من عصيرة الشمالية، عمري 21 سنة، درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة النجاح الوطنية رسم وتصوير. كفنان بدي أعبر عن قضية معينة بعيشها أبناء شعبي، اخترت نبتة هي أصلاً بتشكل مصدر خوف، حتى خوف كأنه يعني إحنا نقترب منها، فكانت اختياري لهاي النبتة إنها الرمزية اللي بتحملها، الرمزية الكبيرة، رمزية الصبر والتحمل والصمود. كمان يعني الخاصة إلى تعبير ثاني اللي هي من ناحية القرى المهجرة اللي تهجر منها أبناء الشعب الفلسطيني في 48 و 67. الاحتلال حاول يقتلع كل جذور أبناء الشعب من هاي القرى، دمر الزيتون، خرب البيوت ودمرها، ولكن نسي شغلة إنها نبتة الصبار لما كان يدمرها إنه ما بيعرف إنها لما يدمرها راح تطلع بجديد وراح تنتشر بزيادة. فكان اختيار لهي النبتة دليل على التجدد والاستمرار والنمو والتطور. قبل ما أبلش رسم على نبتة الصبار كان الموضوع يتمحور حول لوحة قماشية، لوحة يعني تقليدية خلينا نحكي. فلما جيت قبل ما أبلش رسم صرت أحكي مع نفسي يعني إيش الإشي الجديد اللي راح أضيفه على مضمون الصبر والصمود. كثير فنانين فلسطينيين خارج فلسطين عبروا عن الصبر والصمود على اللوحة القماشية وأبدعوا كمان، فحكيت ليش ما تكون مضمون الصبر والصمود على النبتة نفسها. وكمان ما حاولت إني أشيل النبتة من أرضها، لا، أنا كان هدفي إنها تكون موجودة في موطنها الأصلي في الأرض. ففعلا حملت الألوان والبلتة بلشت أول التجارب على نبتة الصبار. الرسومات بتاخذ وقت حسب صعوبة الرسمة وحسب التفاصيل الموجودة بالرسمة، فكانت تقريبا تتراوح من ساعتين لست ساعات الرسومات. لما أنا شفت نبتة الصبار إنه ما في أي فنان تطرق إلى هاي النبتة وهي على الطبيعة، حبيت نوعا ما أسجل اسمي على نبتة الصبار، يعني كمان أرجع لها وأبني عليها رسومات جديدة، مش بس فقط يكون رسومات على كل لوح، ممكن كمان يعني أعمل منحوتات من نبتة الصبار، يعني خلي أقول إن نبتة الصبار ترتبط بي أنا كفنان، أول واحد مثلا طرق لهاي النبتة أخذها إلي زي كأنها براءة اختراع، لأنه في كثير فنانين تطرقوا إلى شجرة الزيتون، كمان في كثير فنانين استخدموا الصبار في فن التركيب. وطني اكيد هو اسلوب يعني خلينا نقول
شيء خاص، ولكن بشكل العام هو أكبر من هيك، أكثر إنسانية. أكيد أنا بدور على الإنسانية، ما بدور مثلاً إن صحيح هي تعبير عن الشعب الفلسطيني، ولكن الأجمل إنها تعبر عن جميع المشاكل اللي بيعانيها العالم بشكل عام. نبتة الصبار مش موجودة فقط في فلسطين، كثير مناطق، فهم أصحاب هاي المناطق لما يشوفوا هاي النبتة ويشوفوا هاي الرسومات عليها تصلهم الرسالة بدون ما أنا أحكي لهم إيش مضمون هاي الرسالة. فهنا بصير الفن لغة يحاكي المشاهد، هاي المضامين بتعبر عن الصبر والصمود. طموحي يعني أكون فنان، أعرض أعمالي بمعارض محلية، معارض على مستوى عالمي، يعني أكيد هيك بيكون كل طموح كل فنان يعني.